السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة من برنامج العراق قادر. في هذا اليوم تشهد محافظة واسط افتتاح مقر الشركة العامة لصناعة الحبوب، وهو واحد من 6 مقرات أخرى ستفتتح في مختلف محافظات العراق. سنأخذكم في جولة في أروقة هذه الشركة ونصور طبيعة الافتتاح، فابقوا معنا في حلقة من برنامج العراق قادر. كبنى تحتية حديثة تخدم الموظف في لأداء عمل الوظيفي على أكمل وجه، وتخدم المواطن من خلال مراجعته إلى هذه المراكز حتى يستقبل استقبال لائق. والبنى التحتية الموجودة في الوزارة ليس فقط في الفروع، الغاية اليوم أنه كل فروع وكل مؤسسات ودوائر وشركات المعنية التابعة لوزارة التجارة هي في طريق التطوير، ولأن تعرف أنه خلال السنين الماضية أهملت ولما مر به العراق من ظروف قاسية، عملنا بهذا الأمر مو فقط الفروع، تم تهيئة المطاحن وعادة المطاحن الحكومية في العمارة والأنبار، والآن العمل قائم على أنه توصيف المطحنة الحكومية في صلاح الدين. احنا اليوم بزيارة السيد مدير عام تصنيع الحبوب ممثلا عن السيد وزير التجارة أثير داود الإغريري لغرض افتتاح بناية فرع واسط، بناية فرع الشركة العامة لتصنيع الحبوب في واسط التي تم بناءها من حساب التوسعات في الشركة بمبلغ قدره 217 مليون دينار عراقي، وتم تنفيذها بطريقة التنفيذ المباشر من قبل كوادر الشركة. البناية الجديدة بصدد افتتاح هذه المطحنة برعاية السيد الوزير المحترم الأستاذ أثير داود سلمان والمدير العام السيد خالد إسماعيل خليل. هذا الفرع، فرع واسط، هو سلسلة من مجموعة فروع للشركة، فهذه الفروع سواء كانت فرع ديالة وبابل وواسط والديوانية والمثنى وبابل، هذه الفروع أخذ السيد الوزير على عاتقه متابعته لافتتاح هذه الفروع، وذلك لتقديم خدمة للمواطنين، وبنفس الوقت ان الموظف يجب ان تكون له أن تكون تتهيئ له كافة المستلزمات والبنى التحتية. هذه البنى التحتية التي يشعر الموظف بأنه بارتياح عند مجيئه إلى الدوام وتقديم الخدمة العامة، بالإضافة إلى وكلاء المواد الغذائية ووكلاء الطحين. أكيد بها منفعة للمواطن، للقرب للمواطن، أحسن ما يظل ينتظر صعبات مثل نقول من الحي أو من السوارة تجي التموينية، هاي قريبة عليه. وفي الختام تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم من هنا من واسط، فالح قريشي. حياكم الله مشاهدين الكرام، برنامج العراق قادر، العراق قادر على إنجاز المشاريع، العراق قادر على التطور، العراق قادر على كل شيء جميل.
اليوم راح نسلط الضوء على في برنامج العراق قادر على المشاريع في محافظة ديالى، منها هذا المشروع مجسر تقاطع القدس. راح نسلط الموضوع الضوء على هذا الموضوع وأكثر مع المتحدث الرسمي باسم محافظة ديالى ومدير إعلام محافظة ديالى الأستاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا بكم. ما هي أبرز المشاريع اللي راح تشهدها محافظة ديالى في هذه الفترة؟ يعني اليوم نحن واقفين على احدى المجسرات، هي من ثلاث مجسرات في مدينة بعقوبة، اللي هي مجسر تقاطع القدس ومجسر الرازي ومجسر عبد الله بن علي. هذا المجسر هو يعتبر مجسرين، مجسر للذهاب ومجسر للإياب، اما البقيه لا، ذهاب واياب بمجسر واحد. كلفه الاجماليه لهذه المجسرات قرابه 17 مليار، ونسب الانجاز تتراوح من 80 الى 90%. طبعا هي وضعت هذه الخطه مع مداخل سايدين واناره ومداخل رئيسيه لمدينه بعقوبه. قد تسألون انه ليش بهذه الفتره يعني صارت النهضه في قضاء بعقوبه. هناك ثلاث اسباب لهذه المشاريع التي بدات تظهر على الارض الواقع. منها السبب الاول، حضرتك كنت احد المراسلين الحربيين في وقت عصابات داعش، وهناك مناطق دمرت بالكامل، منها الجلولة والسعدية والعظيم وحمرين. فارتأت الحكومة المحلية بتسليط الضوء وتسليط الجهود، جميع الجهود إلى هذه الأقضية والنواحي في سبيل إعادة الاستقرار وإعادة البنى التحتية في هذه المناطق لإعادة النازحين فيها. السبب الآخر هو قلة التخصيصات الممنوحة للمحافظة. محافظة ديالى تمنح تخصيص من صندوق الإعمار بنسبة 14%، وهذه نسبة مقارنة للمناطق المحررة نسبة يعني قليلة جدا، يعني بما إذا ما قارناها بنسبة مثلا صلاح الدين، صلاح الدين 23%، وحجم دمار صلاح الدين ليس يعني صح يكون مقارب لحجم دمار ديالى. الأنبار قرابة 25% نسبة نسبة التخصيصات الممنوحة لها، أيضا الموصل 9 يعني 27%. القصد أنه التخصيصات اللي منحت لمحافظة ديالى هي قليلة جدا. والأمر الآخر أو السبب الثالث اللي هي شهدتها بعقوبة، أنه ماكو مشاريع ظهرت على أرض الواقع، هي المشاريع الوزارية المتلكية. يعني عندنا كثير من المشاريع الوزارية اللي هي بسببها لا تستطيع الحكومة المحلية إنجاز المشاريع باقي المشاريع بها. يعني إذا نتحدث أنه سبب اختيار هذا الموقع عن غيره من المواقع، ليش تقاطع القدس بالتحديد اختيار هذا المجسر؟ يعني هذا الموقع يكاد يكون أنه طريق دولي وحيوي، يعني هذا الموقع يربطنا بالخاص وبالتالي إذا إلى محافظة كركوك، ومن جانب الآخر يربطنا إلى قضاء المقدادية وبالتالي إلى محافظة السليمانية والحدود مع إيران. هذا الموقع يشهد كثافة، يعني مزدحم بالعجلات. لو تلاحظون الآن هي فلكة مفتوح الطريق، ولكن هناك ازدحام كثيف في هذه المكان. فارتأت الحكومة على أن جعل مداخل القضاء، جميع مداخل القضاء بمجسرات لتخفيف الزخم الحاصل بالحركة المرورية. كم نسبة إنجاز أنه للمشروع سياد؟ وش وقت يتم إنجازه؟ يعني الآن إحنا نقف على هذا المجسر، نسبة الإنجاز به 80%، مجسر الرازي 90%، مجسر عبد الله بن علي 87%، يعني قرابة إن شاء الله خلال 90 يوم يتم افتتاح هذا هاي المجسرات جميعها إن شاء الله، يعني 90 أو 120 يوم ينفتح جميع المجسرات تفتح. محافظة ديالى انه للمشاريع القادمة، انه شنو الأولوية للمحافظة انه بإنجاز المشاريع؟ بصراحة احنا يعني كمحافظة، احنا كأقضية ونواحي الآن يعني تقريبا تكاد تكون مقفلة من جانب البنى التحتية والشوارع والتبليط. يعني عندنا مثلا جلولات تقريبا
قفلت بالكامل من ناحية، طبعا الجولة كانت مدمرة يعني من ناحية البنى التحتية والشوارع ومداخلها. في كل ناحية عندنا الآن مدخل رسمي، يعني بوابة رسمية في كل ناحية. أيضا في بلد روس تقريبا قفلت بالكامل، شهربان المقدادية عفوا تقريبا أغلب الطرق بها قفلت بالكامل. لدينا تلكؤ في قضاء بعقوبة وسبب مشروع الوزاري اللي هو متوقف منذ سنوات عديدة، الآن هو طور الإحالة في وزارة الإعمار والإسكان. وأيضا في الخالص أيضا لدينا تلكؤ بالمشاريع أيضا بسبب المشاريع الوزارية، مشاريع المجاري الوزارية أيضا هو في طور الإحالة في وزارة الإعمار. مثل ما نوهنا أنه هذا المجسر سيتم افتتاحه في الفترة القادمة، من بعد أنه هل ستشهد محافظة ديالى مجسرات أخرى، خصوصا أنه يعني لم يتم تطوير الطرق بشكل المفضل أو الشكل المثالي في الفترات الماضية؟ طبعا بالتأكيد هناك خطة وضعت مستقبلية لهذا، احنا سنعمل في مداخل بعقوبة، المرحلة الأخرى راح تكون مداخل الأقضية البقية. لدينا الآن مدخل المحافظة الرسمي راح تكون في منطقة الغالبية، سيطرة نموذجية تتبعها من بداية حدود ديالة ولغاية وصولا إلى هذا المجسر، طريق يعني يكون نموذجي بسايدين. الآن اقترب تقريبا نسبة الإنجاز بأكثر من 50%، لو تلاحظون تقريبا لغاية الغالبية اكتمل الطريق، بقى فقط في مرحلة التأثيث اللي هي الجزرات الوسطية والإنارة. بالنسبة هذا المكان أنه يشهد يوميا حوادث مرورية كثيرة، إذا نسأل أنه التصميم هل يعالج هاي الحوادث المرورية؟ يعني بالتأكيد أي مجسر راح يخفف من زخم المروري، هو راح يخفف من الحوادث المرورية التي تحدث في المحافظة بالتأكيد. يعني احنا عندنا في منطقة الرازي يعني من جهة الجامعة أوقات الدوام تشهد كثافة وزخم مروري جدا عالي فيها، فتم إنشاء هذا المجسر. بالتقاطع عبد الله بن علي أيضا تشهد كثافة في أوقات الدوام من شهربان وبلدروز والمناطق الأخرى، كثافات سكانية دخولا إلى قضاء بعقوبة أيضا تم وضع، وتم اختيار هذا كمدخل لقضاء بعقوبة هذه المجسرين. الجهة المصممة والمنفذة يعني محلية؟ يعني هي هذه المشاريع. نحن نقف الآن على هذا المجسر، السيد الذهاب هو على صندوق الإعمار، والسيد الأياب هو على تنمية الأقاليم، أما المجسرات البقية هي ضمن موازنة تنمية الأقاليم وبإشراف مباشر من قبل الجهات الفنية في المحافظة. بالتأكيد مشاهدينا الكرام أنه شيء يثلج الصدر عندما تشاهد أنه مشاريع الإعمار ومشاريع الطرق والجسور أنه تنجز بالسرعة المطلوبة. أول شيء للحد أنه من الزخم المروري الحاصل بمحافظة ديالى، وبالتالي أيضا أنه التطور العمراني اللي تشهده محافظة ديالى. راح نسلط الضوء على مشاريع أكثر في الفترات القادمة، ابقوا معنا. تحية طيبة لكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامج العراق قادر. هذه الحلقة سنكون وإياكم في إعادة تأهيل كورنيش الكوفة على ضفاف شط الكوفة، وكما ترون هذه الآليات وهؤلاء العمال الذين يعملون في هدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين هنا في مدينة النجف الأشرف وبالكوفة تحديدا. هذا الكورنيش هو من أهم الأماكن الحيوية الذي سيشهد تغير تام وتصاميم وتخطيط لهذا المكان. سنتعرف أنا وإياكم من خلال هذه الحلقة برفقة المهندس المقيم، لنتعرف أنا وإياكم على آليات ومراحل العمل في هذا الكورنيش. ابقوا معي أحبتي المشاهدين في هذه التغطية. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، أستضيف معي في هذه الحلقة المهندس المقيم لهذا المشروع جناب الأستاذ وسام المحنة. أهلا وسهلا بك في برنامج العراق قادر. أهلا وسهلا بك أستاذ سجاد وبقناتكم الموقرة، حياكم الله. بالبداية نتحدث عن المشروع
وبداياتها، المراحل، الشركة المنفذة، المساحات الطولية اللي راح يتنفذ عليها المشروع. تقوم هيئة الإعمار دائرة المهندس المقيم لمشاريع قضاء الكوفة بإنشاء مشروع استراتيجي للقضاء وللمحافظة عموما، وألا وهو تأهيل شارع الكورنيش، هذا المكان الحيوي، هذا المكان الممتد عندنا من الجسر الحديدي إلى مشروع الماء. طبعا الشركة المنفذة شركة بروج السماء، الجهة المشرفة هي هيئة الإعمار بالتعاون مع الأخوة في القسم الهندسي في مديرية بلدية الكوفة. طبعا بداية العمل أستاذ سجاد كان هناك أكثر من تعارضات، مجموعة كبيرة من التعارضات، تعارضات يعني أندرغراوند أسفل الأرض، وتعارضات أكشاك وكرفانات تم إزالتها بالكامل، وإن شاء الله ماضين بإكمال البنى التحتية للمشروع إن شاء الله. نتكلم حول الأيدي العاملة اللي موجودة هنا، هل هي عراقية خالصة أم هناك أيدي أجنبية تعمل لإنجاز هذا المشروع؟ التصاميم اللي وضعت لتصميم التخطيط؟ طبعا ما يميز مشروعنا أنه عراقي 100% خالص، بحيث أن التصاميم أعدت من قبل أساتذة أكفاء في كلية الهندسة جامعة الكوفة، التنفيذ الشركة شركة منفذة شركة عراقية، أيدي العاملة أيدي عاملة عراقية، أفكار عراقية. تم الأخذ بنظر الاعتبار جميع المتطلبات المواطن العراقي والمواطن النجفي إن شاء الله. راح نتحدث أنا وياك حول الخرائط اللي موجودة والأشياء اللي إذا تشتغلون بها، ولكن ننتقل أنا وياكم أحبتي المشاهدين إلى هذه الأماكن كي نكون أقرب أنا وياكم إلى الصورة. ابقوا معي أحبتي المشاهدين. أستاذ وسام، نتحدث عن مراحل العمل، عن الآليات اللي راح تشارك في إنجاز هذا المشروع. طبعا حاليا أستاذ سجاد احنا في مرحلة إكمال البنى التحتية، اللي هي عندنا شبكة مياه سقي، مياه إسالة، إضافة إلى مد خدمات الكهرباء بالكامل. بعد هذا الشيء إن شاء الله راح تتم عملية الصب والصعود بالمراحل التدريجية شيئا فشيئا إن شاء الله. نتحدث اليوم عن هذه المربعات اللي دا تشتغلون بها، لربما تكون قريبة عن الشارع، يعني شنو اللي الخصوصية اللي راح تنضاف لهذا المشروع؟ أستاذ سجاد، هاي المربعات هي عبارة عن أشجار، هي أشجار الواشنطوني. وقبل أن نتكلم عن الأشجار أنطيك نبذة مختصرة عن التصميم وماذا يحتوي تصميم كورنيش الكوفة، لكونه تصميم مميز حقيقة. بداية بخصوص المنطقة الأولى اللي هي القريبة من الجسر الحديدي أو الجسر الأول، طبعا سيتم إنشاء مسرح مائي وجهة راح يكون للنهر، إضافة إلى مصاطب جلوس، إضافة إلى مكان لعب أطفال، مكانات خضراء. بعد ذلك عندنا أعمال داخل النهر، احنا عملنا لا يقتصر على المنطقة اليابسة. خلينا نتكلم بهذا الموضوع يعني قريب على المياه. بالتالي راح نتحدث عن يعني التفاصيل المهمه اللي موجوده في هذا المكان، بالتالي ننتقل انا وياك لذاك المكان. تمام. في هذه المنطقه سيتم عمل تطبيق الارضيه بالكامل بالحجر البازلت، اضافه الى مصاطب متميزه، اضافه الى مسقفات. واللي ما يميز كورنيش الكوفه ان كل جزء سيكون مختلف عن الجزء الاخر، حتى يكون يتشوق السائح، يتشوق المواطن ان ينتقل من جزء الى جزء اخر، يكون اختلاف كامل من منطقه الى منطقه اخرى. كذلك اخذنا بنظر الاعتبار موضوع الحماية بإنشاء محجر من الاستلس ستيل مطابق للمواصفات، وكل المواد المستخدمة هي ذات ديمومة تقاوم الظروف الجوية، تقاوم العبث إن شاء الله، ومستمرين إن شاء الله. الأخوة دنشاهتهم يشتغلون هذه المربعات ذكرت لي اياها اشجار واشنطنيه، شنو هذه الاشجار وشنو تمثل يعني؟ نعم، من ضمن التصميم المقترح هو ان يكون على طول مسار الكورنيش اشجار شجره الواشنطوني، هي شجره قريبه للنخله، شجره جميله، شجره ساحليه تشير يعني تعطي انطباع عن الماء،
فتم زراعتها على باستقامة واحدة على طول المسار وبمسافة 7.5 بين نخلة وبين شجرة وأخرى. وال قياساتها راح تكون مختلفة؟ طبعا القياس سيكون يعني ستتم زراعة أشجار كبيرة، يعني أشجار مستوردة، يعني ما نزرع أشجار صغيرة وننتظر سنة واثنين وعشرة لما تري، لا ستكون حجم الأشجار من 3 إلى 4 متر إن شاء الله. أساس تصميم الكورنيش هي إكثار المناطق الخضراء والمناطق المستدامة. أخذنا هذا الشيء بنظر الاعتبار بحيث عندنا زراعة أكثر من 400 نخلة وشجرة إن شاء الله. تتوقع يعني راح يكون مختلف تماما، راح تكون يعني بصمة للبنى التحتية في مدينة النجف الأشرف بالكوفة تحديدا؟ أستاذ سجاد، احنا إن شاء الله مصرين على هذا الشيء كهيئة عمار، وبداية كإدارة عليا متمثلة بالسيد المحافظ، وكهيئة عمار وكأخوة في دائرة البلدية إن شاء الله يعني مصرين، وكشركة منفذة إن شاء الله مصرين على أن يكون كورنيش مميز ونجاحه ونجاح للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. بما أن يعني بعدنا بهذا المكان نتحدث عن شيء يعني مهم جدا، اليوم احنا نشوف يعني قريب على التبليط على سير المركبات، يعني لوين راح يكون الرصيف حتى تكون المركبات بصورة طبيعية انسيابية بالحركة ما تكون أي يعني مضايقة للشارع؟ طبعا احنا انطينا أولوية لرصيف الكورنيش باعتبار هو الأساس للطريق، فسيتم توسعة الطريق من الجزر الوسطية بمسافة قليلة بحيث لا نؤذي الأشجار ونعطي توسعة للشارع وتوسعة للرصيف الأساسي اللي هو جهة النهر. مهمة جدا، اليوم المركبات من تجي العوائل هذا المكان وين راح تقدر تخلي سياراتها؟ طبعا راح تكون باركات على طول المسار، يعني بالتصميم توجد لدينا باركات على طول المسار، اضافة الى وجود بارك رئيسي سيكون قريب على شارع السكة. وجود هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على تطوير المنطقة المقابلة خصوصا حتى وان كانت املاك خاصة، سيتم انشاء المطاعم، الفنادق، المكانات السياحية، يعني بتطور المنطقة تدريجيا، المنطقة الكورنيش ستتطور المنطقة المقابلة. خلي انا نتقرب على المياه ونشوف شنو الفعاليات والأنشطة راح تكون ضمن مخططات هذا التصميم. أنا ابقوا معي أحبتي المشاهدين، ننتقل أنا وياكم إلى المياه. أستاذ وسام، نتحدث بالبداية يعني قبل لا نتحدث عن الأنشطة والفعاليات، شلون احنا نقدر نحافظ على هاي الأماكن؟ احنا نشوف اليوم المي هسه الحمد لله والشكر المي جدا نظيف الموجود هنا، ما بي اي شوائب، لكن بالتالي بعد ما يكمل المشروع شلون احنا نقدر نحافظ عليه وإدامته؟ استاذ سجاد، هذا الموضوع مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة المحلية. طبعا كبلدية، كأخوة في دائرة بلدية، سيتم توفير إدارة مختصة في مشروع الكورنيش، وكتصميم يعني راعينا في التصميم وجود حتى أماكن سلات النفايات. نتحدث عن الأنشطة والفعاليات، احنا بالبداية تكلمنا عن هناك مسارح مائية، مطاعم، عوامة، شنو هاي التفاصيل يعني بحد ذاتها؟ تصميمنا طبعا استاذ سجاد يشمل المناطق اليابسه ومناطق الماء. مناطق الماء تشمل عندنا ارتئين نسوي فعاليات مائيه مختلفه عن ما موجود، طبعا راح يكون عندنا مدافع مائيه. يعني تفسير المدافع المائيه هي نافورات مائيه يكون ارتفاعها اكثر من 35 متر، يعني تدفع الماء بمسافه 35. منظرها راح يكون جدا جميل صراحه. جدا جميل، ويرى من مسافات بعيده. ما شاء الله. نعم، اضافه الى ذلك يعني تعرف عن حاليا في كورنيش الكوفه احنا مثل ما ذكرت لك على اليابسه ما عندنا مثلا اكشاك. صحيح. سيكون هناك مطاعم عائمه. عدد 4 أو 5، طبعا هذا الموضوع خاص بالاخوه في مديريه الموارد المائيه باعتبار حوض الانهر خاص لهم، وسيكون نشاط استثماري بالتنسيق مع المحافظه ان شاء الله. يعني هذه المطاعم راح تكون حكوميه ام اهليه يعني؟
طبعا هذه المطاعم اكيد راح تكون اهليه، بس بحسب التعليمات الحكوميه يعني سيكون انشاء هذه المطاعم بتصاميم موحده بدراسه بوضع دراسات جدوى قبل المباشره يعني بانشائها. اهم شيء يكون وضع السلامه بها، احنا تعرف التعاوار راح يعني راح تكون داخل المياه على سطح النهر، فشلون تكون اليه السلامه والامن يعني هؤلاء العوائل؟ طبعا هذا الموضوع اساسي استاذ سجاد، وراح يتم دراسته من قبل اساتذه مختصين. استاذ وسام اليوم اتعبناك جدا، شكر وتقدير لك من برنامج العراق قادر على هذه الحلقه. شكرا جزيلا لكم استاذ سجاد ولبرنامجكم ولقناتكم الموقره ولكل الاخوه الزملاء، حقيقه يعني اليوم شرفتونا، وان شاء الله نريدكم بحلقات في مشاريع اخرى. عندنا مشاريع ان شاء الله استراتيجيه، عندنا المشروع الاخر اللي هو اللي ما يعني اللي فد يوم ان شاء الله هنزوره راح سيتم العمل به، اللي هو مشروع تاهيل المنطقه الواقعه مجاوره لجامعه الكوفه اللي هي من جهة الكوفة. حقيقة هذا مشروع مناطق خضراء لمساحة أكثر من 30 دونم، هم إن شاء الله ستتم المباشرة به قريبا. إعادة وفتح مثل هكذا أماكن اليوم المواطن والعوائل العراقية بأمس الحاجة لها، حتى تكون متنفسا لهم في أوقات المساء أوقات الظهيرة تتواجد بها العوائل في هذه الأماكن. لذلك احنا اليوم نرافق هذه الشركات وهذه الأيادي التي تعمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا هنا من مدينة الكوفة المقدسة وتحديدا كورنيش الكوفة. تقبلوا تحياتي، أنا السجاد الخاقاني وكادر العمل.